يا نهار ازرق. It's a problem now, Saad. Wait, please. يا ابني problem ايه وبتاع يا ابني انت؟ يا نهار ام ازرق على يوم دوت. الو. You're trying to stop us. الو. انا يا عم انت استغفر الله العظيم يا رب. We have a little bit problem, Saad. Wait. يا عم اتكلم عربي. يا ابني طب اقف تاسف له خلاص يا ابني انت. انا اسفت له يا مستر. يا عم مستر ايه وخرايين على اقف يا مستر. ايوه اقف اقف كلمه يا عم انت خلاص هنموت يا ابني انت. يا نهار ازرق. اقف ولا اعمل ايه؟ اقف يا نهار ازرق. اقف يا ابني اقف بس. حاضر حاضر. انا معلش خلاص. قول له معلش. انا هعتذر. قول له معلش وخلاص. افتح الباب دوت. قول له معلش. قول له معلش خلاص. كابتن سوري. معلش يا كابتن. سوري يا عم كابتن. ويت معلش كابتن. كابتن سوري. كابتن سوري. استنى حماد. سوري يا كابتن مستر سعد. فكاني وبحب الفاكهة وبموت في الموز والمانجا بصراحة الفاكهة بغير بصراحة الفاكهة بغير وببع واشتري بضمير يلا العنب العنب رجع. السلام عليكم. بص انت مش ربنا يخليك. السلام عليكم. معلش يا كابتن. معلش يا اسطى. معلش معلش يا ياسمين شكله شارب بقى. معلش على يمك يا باشا. سوري مستر سعد. 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 مصر ربنا يخليك يا عم مصر. ربنا يخليك. بتاخدوني معاكم عشان عارف يعني ايه برنس الجيل. خلاص عامل هيلب. خلاص خلاص ده عامل سواق. عامل اللي فيها اجنبي. اركب يا صوره الاول يا باشا. صوره الاول. صوره الاول. اطلع من الكاميرا. اطلع من الكاميرا. صوره الاول. وانا ربنا يخليك. تمام يلا. اقول لها حاجه. اقسم بالله العظيم كنا هنموت. عمال زن على العربيه كان هيقلبها. كانت هتتقلب فيها على ناس عرب. ونزلت غنيت بالعافيه. العرب بتبص من بقي. اقول لهم ايه بقى؟ اتفرج على حنان وائل مع سعد هيعملوا فيه ايه؟ ازاي الصحة؟ ازاي الصحة؟ ده لا يوم يوم. معلش والله. رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة. ربنا يسلمك. الحمد لله على السلامة. مسي على زوجتك. الحمد لله على السلامة. ايه يا حمادة؟ او كمان خدها خدها يا ريس. يا ريس خد احمد. ربنا يخليك. شكرا شكرا كده. ريح اريح يا بكره. بكره معاك نصر 10 ان شاء الله. 10؟ اه. وحد ابو بلمنك كان بلمن ايه اللي جه بلمنك ايه؟ 10 ان شاء الله والله. ورحمة ابوك لو اتاخروا قول لي. ورحمة انا عرفت انا عرفت برحمة ابوك والله بجد. 10 ان شاء الله. ماشي يلا. عايز حاجه؟ الغدا تونجوا اعرف لي ريسبشن بقى الغدا الساعه كام والكلام ده. ورحمة ابوك انا طلبت لك الرقم اعمل ريدايل بس. كام يا عم؟ ماشي هتدوس على الزر ده. ده ايه؟ اه هتدوس على. الو الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نورتنا يا باشا. ربنا يخليك على زوجك يا باشا. ربنا يخليك. الغدا الساعه 3 ان شاء الله. الغدا الساعه 3 ان شاء الله. والعشاء والعشاء الساعه كام؟ الساعه 7 من 7 ل 10 بالليل. من 7 ل 10 ماشي. فين فين بقى؟ في تحت في المطعم تحت يا باشا. طب ماشي. مرسي على زوجك. صباح الفل يا ريس. هو في ميه ونبي وحاجات حالا يا ريس؟ كل حاجه تكون عندك. حتى ابوك فك ابن عم. انت منين؟ حاضر. انت منين؟ انا من البحيره يا ريس. بحيره جدع. انا ابن عم اخوك سعد غالي شبراوي. ها صباح الفل. ربنا يفك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مرسي على زوجك. مع الف. انا هخلي مدير الاوتيل نفسه يتكلم يسلم على سعادتك. مرسي على زوجك يا باشا. شكرا يا باشا. مع الف سلامه. مع السلامه. يا عينك يا غيرك انا مش راضي اعيش. يا عينك يا غيرك. ها
انا مش راضيها. هو باكل شويه دي ولا ايه؟ الو الو مستر سعد. الو يا فندم، السلام عليكم. هاو ار يو؟ نعم هاو ار يو؟ لا ما بتكلمش انجليزي يعني. نو ام ذا جنرال مانجر سو ام ذا جنرال مانجر سو ام ويلكمينج يو ان اور اوتيل. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ صل على النبي يا ريس. No English. هات راجل كلمني 100 شوية. في واحد كلمني 100 شوية. Okay, we are welcoming you to our hotel. يا عم ما بتكلمش انجليزي. And we are coming to you with a nice food basket. يا ابن اسمع. Yes. يا ابن افهم افهم افهم. No English. في واحد كلمني 100 شوية دلوقتي، خليه يكلمني لو في حاجة. بص انا كلم انتك. What you are saying؟ انت مصطفى. I can't understand what you are saying. You are saying. انا قلت لك انجليزي، اقول لك ايه يا ابني؟ بص مصطفى. مصطفى؟ ايوه. Is he working here in the hotel؟ انتك. In انتك. Inside. سايت ايه يا عم؟ Inside. بقولك ايه؟ I'm welcoming you Mr. Saad. You Mr. Saad. Hello. الوش دي وانا هي مش ناقصك. في الفوطه بقى. مالي يا ست مالي؟ في ايه؟ ايه يا ابني؟ ايه ده كابتن؟ كيلو هرجع تاني. 300 كيلو مقلب. يعني بعمل مقلب. انا بعمل مقلب.
يعني في الاستوديو النحاس في الاوراق مش في الساحل الشمالي وفي الغردقه ولا حاجات زي دي. شاكين يا جماعه ما كانش يوم ما كان النهارده. انا فكرته ايه بقى؟ ان هي دي مش مراته؟ فهمتني؟ هما بيشتغلوني انت عارف؟ فاهم انت؟ اه ما انت عارف المسافه بقى اتنين جايب واحد بيحبها وبتاع ودي ممكن تكون مراته ده ثلاثه كيلو.